السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تصلي صلاة قضاء الحاجة؟ كنز عظيم كثير منا لا يدركه. كيفية صلاة الحاجة ودعاؤها؟ تصلى صلاة الحاجة بأداء ركعتين بتسليمة واحدة، وبعد الانتهاء من الركعتين والتسليم يتم التوجه إلى الله بالثناء عليه والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل العبد حاجته من الله عز وجل، ولها دعاء مخصوص سيأتي. وقد جاء بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلا ومؤخرا. دعاء صلاة الحاجة. وردت العديد من الروايات المتعلقة بدعاء صلاة الحاجة، ويرجع ذلك إلى تعدد الروايات يذكر منها: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. فالعبد يطلب ويسأل الله تعالى بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووسيلته المتصف بصفة الرحمة أن يقضي الله حاجته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصيغة المشهورة: لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.